تعالي يا عروسة تعالي. بسبب موضوع خطوبة زياد حوارات من ندى بنت حمدي وفاء، واللي هو اصلا شياع وخبر مش حقيقي، ابو زياد استغل الجدل اللي معمول على الموضوع وطلع في فيديو واساء لحمدي وفاء، وقال ان ما يشرفوش انه يناسب حمدي وفاء، وكانت غلطة زمان وعمره ما يكررها تاني، وان العيلة كلها مفيش حد محترم ولا كويس غير ام زياد الله يرحمها، وان عمره ما هيسمح لعيلة حوارات انها تخطب لزياد ابنه من غير موافقته، وان هو المسؤول الاول والاخير عن حياة ابنه، هو اللي يقرر يخطب مين وما يخطبش مين. وقال ابو زياد ان يوم ما يفكر يخطب لابنه هتكون اخر عيلة يفكر فيها هي عيلة حوارات، لانهم ماضيين اخرجات وفسح وسايبين قلبي يتقطع على عيالي. وبالرغم ان ابو زياد غلط في حمدي ووفاء وقال منهم، لكنهم ما ردوش عليه ومش مدين له اي اهتمام كانهم مش عارفينه، لانهم لو ردوا على ابو زياد ناس كتيره جدا هتعرفوا عن طريقهم، ولكن لو ما ردوش عليه وده انسب حل هيبدا يرتش ابو زياد بالانخفاض لحد ما كل الناس اللي بتتابعه تنساه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.